ولا من أجل هذا أو ذاك، يثبت. وإن تزلزلت الجبال، وإن عصفت العواصف، فيثبت على الحق. يا شيخ، نلاحظ بعض الأئمة يقول سمع الله لمن حمده، وإذا استتم قائما، إذا استتم قائما، وهذا خلاف الهدي النبوي، لعل هناك توجيه في ذلك. نعم، سمع الله لمن حمده تقال للانتقال من الركوع إلى القيام، وتكون بين الركنين، بين ركن الركوع وركن القيام، وكذلك تكبيرات الانتقال كلها تكون بين الركنين، ولا يؤخرها إلى أن يدخل في الركن الأخير أو الركن الثاني. نعم.